السلام عليكم، كيفكم يا خامس؟ كيفكم يا طلاب الحلوين؟ اليوم يا مس رح نكمل الاستخراجات من النص. ابن سينا ولد أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا عام 370 للهجرة. ولد هي فعل ماضي مبني للمجهول، حكينا في ضم الأول وكسر ما قبل الآخر يكون فعل ماضي مبني للمجهول، ضم الأول وكسر ما قبل الآخر. بن عبد الله، بنلاحظ يا مس بن متى تثبت ومتى تحذف بن؟ هاي طبعا يا مس راح أحكي لكم إياها أنا. تثبت ألف ابن عندما لا تقع بين اسمين علمين أو في بداية السطر، وتحذف عندما تقع بين اسمين علمين. يعني شو يعني اسم علم؟ يعني اسم شخص، يعني الحسين هو اسم علم وعبد الله اسم علم، فحذفت ألف ابن، حذفت ألف ابن. أما لو كان عندنا عبد الله وهون لم يكن اسم علم، تثبت ألف ابن، تكون ابن بهذا الشكل. لكن عندما يقع بن بين اسمين علمين تحذف ألف ابن. عبد الله بن سينا، بن سينا، لاحظنا أيضا وقعت بين اسم علم هنا واسم علم هنا، وعندما تقع بين اسمين علمين تحذف ألف ابن، تحذف ألف ابن. ونشأ، نشأ فعل ماضي مبني على الفتح، فعل ماضي مبني على الفتح. في ظل والده الذي، الذي هو اسم موصول، الذي هو اسم موصول. بخارى، بخارى هي اسم منطقة، اسم منطقة يا مس. وقد عهد به، عهد وقد عهد به. وقد حكينا قد حرف ايش؟ للتحقيق وللتشكيك. إذا جاء مع فعل ماضي يكون حرف تحقيق، وإذا جاء مع فعل مضارع يكون تشكيك. هنا جاء بعده فعلا ماذا؟ فعلا ماضيا، فيكون قد حرف تحقيق. عهد، عهد فعل ماضي مبني، فعل ماضي مبني على الفتح. رجال، رجال هي مضاف إليه، هي مضاف إليه، وهي جمع تكسير رجل رجال، رجل رجال هي جمع تكسير. كانوا منذ صغره، صغره يمس، هون ضمير متصل بماذا؟ باسم، ضمير متصل باسم. على دراية، على حرف جر، دراية اسم مجرور. ثم تعمق، ثم هو حرف عطف، حرف ماذا؟ حرف عطف. في دراسة الآداب، بنلاحظ الآداب هنا همزة مد، همزة ماذا؟ مد، هي همزة قطع وهمزة وصل، يكون همزة مد. والهندسة والفلك والرياضيات والفلسفة، وتنبأ له، وتنبأ له العلماء بمكانة، بحرف جر، مكانة اسم مجرور، مكانة هي اسم مجرور. مكانة ماذا؟ مرموقة، وصفنا أن هذه المكانة مرموقة، مرموقة هي صفة، هي صفة لهذه المكانة، صفة لهذه المكانة. وشهدوا، شهدوا فعل ماض، نلاحظ أن هنا عندنا ألف التفريق، ألف التفريق. لماذا وضعت ألف التفريق؟ حتى نميز بين واو الجماعة وألف والواو الأصلية، حتى نميز بين واو الجماعة والواو الأصلية. حتى، حتى لقب بالشيخ الرئيس، حتى هنا حرف نصب، حتى هنا حرف نصب. لقب فعل ماضي مبني للمجهول، فعلا ماضيا مبني للمجهول. كيف نعرف انه فعل ماضي مبني للمجهول؟ بضم الاول وكسر ما قبل الاخر، ضم الاول وكسر ما قبل الاخر. كان ابن سينا بارعا في الطب، كان فعل ناقص، كان فعل ماضي ناقص. ابن سينا حكينا متى تحذف ومتى تثبت الف ابن، حكينا تثبت الف ابن عندما لا تقع بين اسمين علمين أو في بداية السطر. هنا لم تقع بين اسمين علمين، هنا لم تقع بين اسمين علمين، فثبتت ألف ابن. عكس هنا يا مس،
أعكس هنا عندما وقعت بين اسمين حلمين حذفت هذه الألف، حذفت هذه الألف. فاستدعاه سلطان مدينة بخارى إلى قصره، إلى حرف جر قصره هي اسم مجرور، ليعالجه. لي هي لام 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 التعليل. لماذا استدعاه إلى قصره ليعالجه؟ هنا لام التعليل وهو حرف نصب. ماذا يعمل بالفعل المضارع؟ يصبح فعل مضارع منصوب بلام وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. بعد أن عجز، نلاحظ أن هنا أيضا حرف نصب. ابن سينا كمان حكينا، متى تثبت ألف ابن؟ عندما لا تقع بين اسمين علمين أو في بداية السطر. هنا جاءت، من لاحظ هنا جاءت متى؟ بداية السطر. فثبتت ألف ابن، ثبتت ألف ابن. فكفأه السلطان بأن منحه لقب كبير أطباء السلطنة كما لقب بشيخ الأطباء. ما هي ألقابه؟ واحد كبير أطباء السلطنة، اثنين لقب بشيخ الأطباء على الرغم من صغر سنه. ألف ابن سينا، بنلاحظ ألف ابن سينا، بنلاحظ هنا سينا اسم علم لكن ألف هي فعل، أي يعني هون مش اسم علم. فبنلاحظ أنها عندما لم تقع بين اسمين علمين ثبتت ألف ابن، ثبتت ألف ابن. الذي ظلت جامعات، الذي هو اسم موصول، الذي هو اسم موصول. جامعات جمع مؤنث سالم، جامعة جامعات. أوروبا هي اسم مكان، هي اسم مكان. عدة قرون، قرون هنا بنلاحظ قرون هي جمع ايش؟ قرن، قرون. فهنا جمع تكسير، جمع ايش؟ تكسير. القرن السابع عشر. فلم، لم حرف جزم، لم يكن، لم يكن الطبيب. لم حرف جزم، بعد حرف الجزم ماذا يأتي؟ فعل مضارع مجزوم، فعل مضارع مجزوم. إلا، فلم يكن الطبيب طبيبا إلا إذا درس كتاب القانون. بنلاحظ هون هي أداة استثناء، طبعا هاي مش معكم يا مس، بس هي معلومة لكم. إلا هي أداة استثناء، يعني كان لم يكن الطبيب طبيبا إلا إذا، يعني لازم، أو هي استثنت هذا الإشي لما يحويه من معارف. معارف هي معرفة، معارف هنا جمع تكسير، معارف جمع تكسير. من أهم إنجازاته استخدم التخدير في العمليات الجراحية، وهو هو ضمير غائب، هو ضمير غائب. أول من حقن المريضة تحت، تحت هي ظرف مكان، تحت هي ظرف مكان. حكينا بعد الظروف طيوف، إيش هي؟ يعني مضاف إليه، مضاف إليه. بنلاحظ يا مس تحت الجلد، الجلد هنا مضاف إليه. رح ننتقل على الأسئلة. أضف إلى معجمك اللغوي الوالي الحاكم، الوالي الحاكم. دراية معرفة وخبرة، تنبأ توقع، البراعة التفوق. دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي. عهد به يعني تعني ماذا؟ أوصاهم به، أوصاهم به. عضالا تعني شديدا، عضالا معناها شديدا. ذاع صيته تعني أصبح مشهورا، أصبح مشهورا. مكانة مرموقة تعني منزلة عالية، منزلة عالية. هذه كلمات من النص تناسب المعنى الآتي. طلب إليه الحضور استدعاه، طلب إليه الحضور استدعاه. ماهرا بارعا، ماهرا بارعا. أعطاه منحه، أعطاه منحه. فرق في المعنى ما تحته خط. لقب ابن سينا بشيخ الأطباء على الرغم من صغر سنه، سنه هون معناها عمره يا مس، سنه
عمره. ذهب الولد إلى الطبيب لعلاج سنه، هون عضو من أعضاء الجسم. ألف ابن سينا كتاب القانون، هون بمعنى كتب، بمعنى كتب. آلف الإسلام بين قلوب الناس، آلف بمعنى حبب وجمع، حبب وجمع. ظلت جامعات أوروبا تدرسه عدة قرون، قرون هنا مئات السنين، قرون هنا مئات السنين. قرون الغزلان طويلة، هون قرون يمس مادة صلبة ناتئة بجوار الأذن في بعض الحيوانات، مادة صلبة ناتئة بجوار الأذن في بعض الحيوانات. لقب ابن سينا بشيخ الأطباء، أي كبير الأطباء، أي كبير الأطباء. قال تعالى وأبونا شيخ كبير، هنا أي كبير في السن، أي هنا كبير في السن. هيك يمس إحنا بنكون حلينا الأسئلة مع بعض، إن شاء الله يكون كل إشي مفهوم لكم وواضح، ويعطيكم ألف عافية يا خامس.